فيروس كورونا والموجة الرابعة. النهاردة بيان رسمي عن الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس المستجد، بيقول لنا ان نهاية هذا الاسبوع بلدنا هتخش ذروة الموجة الرابعة مع ارتفاع الاصابات اللي دخلت او قربت من 1000 وارتفاع الوفيات اليومية ايضا اللي بدأ يوصل 50، وبدأنا نشوف تحويل مستشفيات كاملة للعزل زي ما حصل اول امس في مستشفى العجمي في الإسكندرية. بدأت تاني ترجع الشكاوى من قلة عدد الأسرة في المستشفيات وارتفاع أنابيب الأكسجين ومشكلة في الأكسجين في بعض المحافظات ومنها محافظة سوهاج ومحافظة الشرقية خلال الـ 24 ساعة واستغاثات. وأرجوكم من يعرف مكان في عناية مركزة، من يعرف مكان في أكسجين. عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بيقول أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد من المقرر أن تكون بنهاية الأسبوع الجاري. أكد أيضا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في إصابات الفيروس، ولكن مقارنة بعدد السكان لا يدعو للقلق. قال أيضا الدكتور النادي أن البلد تطمح إلى الوصول إلى 45% من عدد المواطنين الملقحين بنهاية هذا العام. عضو اللجنة العلمية بيقول هنوصل ل 45% من الشعب ملقحين، يعني 45% من 105، يعني بنتكلم في حوالي مثلا 46 مليون أو 45 مليون أو 47 مليون تقريبا. قبل 3 شهور أيضا الست وزيرة الصحة قالت هنوصل نهاية العام إلى 40 مليون، ده الرقم اللي بتحاول الدولة تصدره إن احنا بنهاية هذا العام نصل إلى 40 مليون، لكن النهاردة وإحنا في منتصف شهر أكتوبر، يعني فاضل شهرين ونص على نهاية العام، عدد الملقحين في البلاد لم يتجاوز 15 مليون، يعني تقريبا حوالي 13.5% من عدد السكان. أيضا الدكتور تاج الدين عوض، محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية، قال صباح اليوم أن هناك بعض الفئات ربما تحصل أو يتوجب عليها الحصول على جرعة ثالثة من الفيروس. مين بقى الفئات دولت؟ هم اللي حصلوا على التطعيم مر عليه سنة كاملة هيحتاج إلى جرعة ثالثة، أو ممكن يحتاج إلى عملية التطعيم من جديد. أعتقد ما فيش حد في البلد يعني بالشكل النظامي، يعني من المواطنين العاديين تم تطعيمه قبل سنة، لأن وزارة الصحة بدأت حملة التطعيمات قبل قرابة 9 أو 8 شهور من النهاردة، يعني ما فيش حد عدى عليه سنة، واللي عدى عليه سنة إما من النخب اللي تم تطعيمهم كده في السر قبل باقي الشعب، أو حد اتطعم من بره من خارج البلاد. طيب خلينا نشوف هذا الفيديو للدكتور محمد عوض تاج الدين وهو يتحدث عن بعض الفئات المستحقة للتطعيم الثالث، نتابع. في الوقت نفسه احتفلت السفارة الأمريكية في القاهرة بوصول 1,600,000 جرعة من اللقاح، لقاح فايزر، إلى القاهرة، وقالت إن ده يعتبر تبرع من أمريكا إلى مصر. قالت نرحب بوصول 1.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة، يمثل هذا التبرع جانبا آخر من جوانب شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، مما يساعد على ضمان أن يكون المصريون أكثر أمانا ضد تهديد الوباء. يعني بلد بتحصل على 1.6 مليون جرعة كتبرع من الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت نفسه بتعلن وزيرة الصحة بعد يعني كم ساعة كده من إعلان السفارة الأمريكية وصول التبرع الأمريكي، واللي وصف بأنه تبرع بسخاء، وأن أمريكا تحافظ على أو تحاول ضمان صحة المصريين في مواجهة هذا المرض. بتطلع الست وزيرة الصحة بتقول لنا نحن عندنا 70 مليون جرعة لقاح هتبقى متوفرة بنهاية هذا الشهر، يعني بعد 15 يوم هيبقى 70 مليون جرعة. طب احنا دلوقتي عندنا كام مليون؟ قالت عندنا 60 مليون و500 ألف جرعة
متوفرة داخل مخازن وزارة الصحة في ربوع البلاد من أجل تطعيم المواطنين. سؤال كده ربما يجي في ذهنك، طالما احنا عندنا ستوك أو عندنا مخزون 60 مليون وبنهاية الشهر هيبقى عندنا 70 مليون، ما الحاجة لقبول التبرعات من الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما الحاجة لاحتفال السفارة الأمريكية بهذا العطاء السخي والتصريح بأنها تحاول الحفاظ أو تضمن صحة المصريين؟ طالما عندنا لحد دلوقتي 60 مليون جرعة، السؤال ليه لحد دلوقتي فقط 15 مليون مواطن خدوا التطعيم؟ طالما عندك 60 مليون جرعة، أو اوعى تكوني بس حاسبة اللقاح اللي بيترمي في الترع في المنيا، أو اوعى تكوني حاسبة اللقاح اللي بيتباع في بعض طرقات القاهرة ووصل سعر الحقنة الواحدة ل 16,000 جنيه. أكيد أنت بتتكلمي عن اللقاحات اللي موجودة داخل المخازن الرسمية والمعتمدة لوزارة الصحة. طالما عندنا لقاحات بزيادة ومرطرطة زي ما بيقولوا، ليه لحد دلوقتي المواطن ما أخدش اللقاح؟ ليه لحد النهاردة نسبة الملقحين في البلاد لم تتجاوز 13 أو 14%؟ ليه لحد النهاردة بنشوف طوابير بالمعنى الكلمة، طوابير أمام أماكن اللقاح أو المستشفيات والمستوصفات اللي فيها اللقاح، والمواطن بيروح يوم واثنين وثلاثة عشان يلحق دوره لكن ما بيلحقش، والناس واقفة وبتتخانق وبتضرب بعضها زي ما حصل في اسكندرية قبل ثلاثة أيام. طالما عندنا زيادة، ما تخلوا اللقاح متوفر في جميع المستشفيات، إيه الأزمة يعني؟ تخلوا اللقاح يصل إلى القرى والنجوع اللي بعيد عن الحضر أو بعيد عن المدن والمراكز. أتمنى خلال الشهرين ونص اللي جايين تصدق وزيرة الصحة وتصدق اللجنة بتاعة مكافحة كورونا في الوصول إلى 45% من الشعب. نسيب ملف الصحة ونروح لملف التعليم. وانتهى الأسبوع الأول من الدراسة بما فيه من فضايح ومشاكل وأزمات وكوارث كشفت كذب وزير التعليم، وكشفت أيضا قلة الإمكانيات والاستعدادات لدى الوزارة، وكشفت أن الوزارة وزارة التعليم تحولت زي كتير من مرافق ومؤسسات الدولة إلى وزارة عايزة تاخد اللقطة. ناس بتقول في عدد كبير جوه الفصول وتكدس، تقوم الوزارة عشان تاخد اللقطة وتطلع الصورة، تجيب فصل من الفصول تطلع نص التلاميذ توقفهم في الشمس بره، وبعد كده تصور الفصل ويتنشر على الصفحات الرسمية للوزارة، لكن تفضحها أو يفضح الكلام ده الشنط اللي موجودة في الفصل. يقوم الناس تشتكي من زيادة الأعداد في الفصول، وصور زي دي تتسرب للإعلام. يقوم السيد الوزير بدل ما يعالج القضية ياخد قرار بمنع التصوير داخل المدارس، ويحول المدارس إلى مؤسسات عسكرية ممنوع الاقتراب أو التصوير. النهاردة بقى